مشهد الاقتحام هذا ليس عادياً، لكنه بات مألوفاً مؤخراً ومتكرراً في أمريكا. دعوات مجهولة في وسائل التواصل الاجتماعي تحرض بين الفينة والأخرى على سرقة محال عالمية للاستيلاء على منتجات باهظة الثمن. هنا كاليفورنيا أو الولاية الذهبية كما يلقبونها، حيث هوليوود وعالم الأناقة والموضة. المحال نفسها غير أنها تعج بغير مرتديها. مجموعة مكونة من 30 شخصاً على الأقل اجتاحت متجراً فخماً في مجمع تسوق بكاليفورنيا وسرقوا بضائع بما يعادل 300 ألف دولار في عملية سطو وصفت بالجريئة. المشتبه بهم دخلوا إلى متجر شهير وسرقوا ملابس وحقائب وما تيسر وسهل حمله من بضائع أخرى في وضح النهار قبل الفرار. ويبدو أن عمليات كهذه تزدهر في مدن أمريكية عدة على وقع الهزات الاقتصادية، وإن كانت مختلفة في الدوافع وطرق التنفيذ. عمليات نهب أخرى. ولا يغيب عن الأذهان السطو المسلح الذي وثقته الكاميرات في وضح النهار على متجر أبل عندما أقدم اللصوص على سرقة أجهزة أبل الثمينة على مرأى ومسمع الزبائن الذين أفسحوا لهم الطريق بكل هدوء. هذا الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع تظهر الصور مجموعة من المراهقين يقومون بسطو مسلح على بقالة لسرقة أموال وبضائع ثم لاذوا بالفرار. وفيديو لمتجر يغلق الأرففة والثلاجات بالسلاسل الحديدية. عدد من المتاجر في سان فرانسيسكو قامت بإغلاق منتجاتها بالسلاسل المعدنية لضمان بقاء الأبواب مغلقة طوال الليل خوفاً عليها من تسلل أيادي اللصوص. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.